لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. نتحول إلى إقليم الشماعية معنا للعيشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف داير لاباس عليك؟ الحمد لله لله، الله يبارك فيك. ياك كلشي لاباس؟ كلشي بخير وعلى خير ولله الحمد. الحمد لله. بغيتك عاد تدعي معانا وتدعي مع الوالدة يا ربي. دعم رزقنا الله وليدات 20 عام بارك الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، الأمر لله. أنا داكشي لك، واحد خواتي عطيتهم ما باغين يتزوجوا، دايرين شي دعاء الله يجازيك بخير. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. اسمح لي يا أنت دايرة شوية. الله يحفظك لاله عيشة، الله يحفظك لاله، الله يفرحك الله يفرحك. دعي مع زوجي تاهو كان طاح. إيه؟ وقعت هذيك الرجال داك شي عام ونص وباقا مازال باقا ليه وير مالي شويه. الله يعمر ربي يا ربي تشافيه يا ربي تشافيه يا ربي تجبر العظم ديالو. نطلب من المستمعين يقولوا امين. ايها لله ان شاء الله نطلب منهم جميعا يرفعوا يديهم يقولوا امين لعل الله يستجيب. لا عائشه، الانجاب هو امر خاص بالذات الالهيه. الاطباء والصيادله والرقاة وجميع المعالجين كيقوموا غير بالاسباب اللي عرفهم مولانا عز وجل، ولكن اللي كيجعل الانجاب والولاده هو الحق سبحانه وتعالى. من اللي كيتلاقى الرجل مع المراه وكيوقع الماء ديال الرجل في الرحم ديال المراه، يبعث الله له الملك كيقول يا ربي واش هذا نديرو حي ولا ميت؟ كيقول له الله تعالى ديرو حي. كيقول يا ربي أذكرا ام انثى؟ كيقول لي الله تعالى الجنس واش ذكر ولا انثى؟ كيقول لي يا ربي اشقي ام سعيد؟ كيعطي الله تعالى الوصف والشقاء للسعاده. يا ربي ما اجله؟ يا ربي ما رزقه؟ يا ربي ما كذا؟ ما لونه؟ ما كل شيء يتحدد. كيكون ربي عز وجل هو الذي يحدد الصناعه داخل الرحم. وعلمنا القران الكريم اننا لا نيأس ابدا من رحمه الله. لان ابليس يقدر يقول الانسان كبرتي وراه الطب وراه العلم وراه المنطق ولا العقل كيقول لك الا فاتك الاجال ما يمكنش. القران الكريم يعلمنا اننا لا نقنط من رحمه الله. لهذا ليس من العبث ان الله تعالى حكى لنا عن اناس بلغوا من الكبر عتيا ومع ذلك اكرمهم الله بالاولاد. ذكر لنا سيدنا زكريا وقد اشتعل راسه شيبه، كبر ولا في 80 من عمره، وكان يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والزوجة ديالو كانت كبيرة كذلك، وهو ربي أعطاه سيدنا يحيى لم نجعل له من قبل سمية. جعل الله كمثال أن الله قادر على إعطاء الأولاد، والإنسان ممكن أن ينجب ولو مرت السنوات ولو طال الأمد. بل إن الله تعالى أعطانا النموذج بسيدنا إبراهيم الخليل من اللي غادي يكرمه بالابن ديالو، والزوجة ديالو غتستغرب قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. يعني المرأة سمت نفسها عجوز، نقول امرأة عجوز ورجل شيخ. فالرجل كبير عنده فوق 90 والمرأة عندها قريبة 80، ومع ذلك الله تعالى أعطاهم المولود وسماهم أهل البيت وأعطاهم سيدنا إسحاق عليه السلام. فربي عز وجل على كل شيء قدير. علمنا القرآن الكريم اللي بغى ينجب يبقى يقول دائما الدعاء لسيدنا زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. غتبقى تقول هذه الكلمة وربي عز وجل غادي يعطيك الأولاد. ملي تقول الدعاء ديالك أكثر من الصلاة على النبي المختار. ربي يعطيك أولاد كثر. كل ما طلبت الله الدعاء زيد في الدعاء ديالك الصلاة على النبي المختار. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هنا بحال التمار، بحال كدير الأدوية للنباتات وكتنزل الأمطار، كيزيد الخير، كيزيد المدد، كيعطيك الله أولاد وكيكونوا مرزوقين، كيكون كل واحد فيهم جيب الرزق ديالو. فأسأل الله الواحد الأحد لالا عائشة الله يعطيك الدرية الطيبة، والأخوات ديالك لا باقي ما تزوجوش، فربي لا يعجزه أنه يعطي لكل فتاة زوجا صالحا، سبحانه وتعالى قادر، لا يعجزه أنه يختار لها واحد الزوج يكون صالح مصلح، ويسخر الأسباب ويقوده ويسوقه إليها سوقا، قادر سبحانه وتعالى. أهل الله قال لك البنت اللي بغات تزوج وخي يكون عند المانع وخي يكون عند العكوسات، كتبقى تقول الدعاء ديال التوحيد، اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني صاحبة وولد. إلا كان ذكر كيقول ارزقني صاحبة وولد، وإلا كانت فتاة كتقول ارزقني صاحبا وولد. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني صاحبا وولد، وبقى تقولها وتعودها، وربي عز وجل غادي يختار إلا كان ذكر غادي يعطي صاحبة وبها أولاد تنجب له الأولاد، وإلا كانت فتاة غيختار لها رجل صالح ويرزقها من أولاد، وغادي يكون بالرزق الوفير ديالهم. فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد للا عائشة والسادة المستمعين، الله يجازيكم بألف خير. أختكم للا عائشة بغت منكم واحد دعوة ديال الخير، اللهم شافيها وعافيها، اللهم ارزقها الذرية الطيبة وبشرها بحمل قريب، ارزقها يا ربي التوأم الذكر والأنثى ويكونوا كامل الأوصاف سليمين من العيوب. اللهم يا ربي وأسعد أخواتها بالأزواج الصالحين والذرية الطيبة، وأزل عنهن الموانع والعكوسات، اللهم أسعد قلوبهن عاجلا غير آجل يا ربي، وكل من قال أمين ارزقه مثل ذلك وزيادة. والشريف اللي ما تفرج له الله يشافيه، الله يجبر لي العظم دياله، الله يقويه، اللهم شافي منا كل مريض، وشافي منا كل سقيم، وشافي منا كل عليل، إنك سميع قريب مجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم السيدة ياسمين أمي ساقل. مشرفين لالا. شرف لي، الله يرحم الوالدين. أنا ما كنتشوفش. لا إله إلا الله. ما كنتشوفش، وأنا يعني ما عنديش يما وما عنديش يعني الوالدين ماتوا الله يرحمهم، ويعني كنعاني من واحد الظروف صعيبة، يعني كنطلب شي مساعدة. يا ربي يا بنتي، يا ربي لالا ياسمينة، يا ربي بإذن الله. ياسمينة بنتي، واش عمرك دخلتي للقناة اللي مكلفة بالمكفوفين؟ لا عمرني. لأن احنا كانوا كيجوا عندنا عدد كبير ديال المكفوفين، وقلنا باش نتعاونوا بعضياتنا باش يكون سهل التواصل مع اللي محتاج للمساعدة، أنه كينتمي لهذ القناة، والطريقة نعم. بسيطة، إلى عندك هاتفنا قال ذكي ولا عند شي واحد غيكتب في محرك البحث في اليوتيوب، غيكتب قناة هلال للمكفوفين أو شجرة أمل للمكفوفين، غتخرج ديال القناة وغادي يلقى تمايا واحد الرقم ديال واحد السيد هو المدير المسير، أخونا جواد راه مكفوف ومسكين بدا كيفقد حتى السمع، رجل فاضل وخدوم، وغادي يقول لك غديري لنا واحد الفيديو صغيور في ثلاث دقائق، تعرفي بنفسك أنا ياسمينة من إساقن يتيمة الأم والأب، وعندي ظروف صحية، عندي ظروف كذا ومحتاجة للمساعدة، وكديري إلا كان شي ملف طبي وكتباني بانك فعلا مكفوفه او شي وثائق هكذا اثبتت، والرقم الهاتفي، وان شاء الله تعالى راهي كيتصلوا الناس من داخل المغرب وخارج المغرب كيتصلوا بالمعني بالامر، غتكتبي معاناه ياسمينه من الساكن وغيتواصلوا معك ان شاء الله. واخ جواد هو كيرتب الاتصالات، واللي ما اتصل به حتى واحد راه الاخ جواد هو كيقوم بواحد العمليه ديال اعاده الترتيب من جديد، ولحد الساعه راه معظم الشباب والشابات المكفوفين المكفوفات راهم الحمد لله كيتلقاو بعض المساعدات دوريه من هنا وهنا وهناك، وربي كيكرمهم، ربي كيسترهم. الله يرحم الوالدين. بغيت نقول لك دابا يعني ديك النمره ديك السيد يعني ما فهمت يعني خصك تعطيها لي. لا غادي غير تدخلي للقناه غتلقاي مكتوبه هي الاولى على الصفحه، في الاول ديال الصفحه غتلقاي جواد. جواد نعم، غتلقاي الرقم ديالو، راه كيسمع فينا دابا الان، راه كيتابعنا يوميا، غتلقاي الاسم ديالو وغتقول لي بغيت نصوب عندك الفيديو، غيتعرف يقول لك مرحبا رجل طيب رجل خدوم، غادي يقول لك التقنيه اللي غتصوب بها، ولا ما عرفتيش راه مسكين هو كيتنقل من المدينه لمدينه وكيدي معاه مصور وكيصور
ومن بعد كيدير الرقم الهاتفي، وانا داك الناس كيتواصلوا، كاين اهل الخير، كاين الناس اللي كيبغوا يساعدوا الضعفاء والمساكين، خصوصا اللي هما عندهم احتياجات خاصه وكيكون مقطوع من شجره وما عنده حتى شي مدخول وغير قادر على الانتاج، هادو كيكونوا اولى من غيرهم، فكيتواصل معاه وكيقدم لي واحد المساعده. كاين الناس من داخل ارض الوطن، وكاين بعض المغاربه هم من خارج ارض الوطن، وربي كيسهل، خصوصا في موسم الزكاه. موسم الزكاه الناس كيقلبوا على زكواتهم اين يضعونها في المكان المناسب، وكيوزعوا على هاد الناس، وكيقول واحد فيهم كياخذ النصيب ديالو، وخصوصا هما ما استفدوش من الدعم الاجتماعي، لان عندهم المؤشر طالع وشعروا في الاول بالقلق، ولكن ربي يفتح لهم هذا الباب. ابواب الخير كثيره، وان شاء الله تكوني واحده من هؤلاء، تستافدي ان شاء الله وتعيشي بسلام. واكثر من هذا غديري صدقات ملي غتنتمي لهاد الشجره ديال الامل للمكفوفين، غتعرفي على واحد العشرات ان لم يكن المئات جميع المكفوفين والمكفوفات اللي هما في المغرب، بل وحتى اللي عندهم اعاقه حركيه. كاينه واحد القناه اخرى هي موازيه سميتها قناه نور للمعاقين ديال السي محمد من الخميسات، كيتجمعوا كلهم، كيبداو في الاول بتحفيظ القران، كيحفظوا القران بعضياتهم، وبعد ذلك كيبداو يقراوا بعض المبادئ ديال الفقه وديال الدين. لماذا؟ لان من اراد الله به خيرا فقهه في الدين، اللي بغى به الله الخير كيتفقه في الدين. وفي الغالب كيكونوا هذه الفئه من ابناء الوطن لم يستفيدوا من التعليم، واحسن تعليم اللي ممكن يستفيدوا منه هو علوم الدين، ما غيبقاش علوم الطب او الهندسه او الميكانيكا او الاقتصاد. العلم اللي هو ضروري يقراه الانسان هو علوم الدين، كيقراوا بعض المبادئ في الفقه، وكيقراوا تحفيظ القران الكريم، وتحفيظ بعض الاحاديث النبويه الشريفه، وبعض القضايا في السيره النبويه، ثم بعض الادعيه كيحفظوها، وكيبقوا يتعاونون فيما بينهم، وكيكون اي واحد فيهم وقع عليه شي حدث سعيد كيهنئوه وكيبشروه وكيباركوا ليه، الى قدر الله وقع عليه شي حدث مؤلم كيواسيه ويعزيه وياخذوا بيديه خوت ولات واحد الاخوه. وكاين اللي هو وحيد ما عنده مع من يتكلم، حتى واحد ما مسالي ليه، فكيلقاو هاد الاخوه بعضياتهم كيسولوا فيهم وكيحاولوا ما امكن انهم يدخلوا الفرحه الى قلوبهم، وكيكون هذا التضامن والتكافل. فنطلب الله تعالى، الله يحبب فيك خلقه، وان شاء الله تعالى تلقي المساعده الممكنه. راه كاين اهل الله كيساعدوا، وكاين اللي ربما يجي عندك حتى المقر فين السكن ديالك ويقول لك اش خاصك، وشحال من واحد الحمد لله قدموا لي يد المساعده، ودابا ولا عايش في حياه طيبه مباركه. الله يفتح لك باب الرزق، الله يفتح لك باب العطاء، الله يفتح لك باب الخير. اللهم امين، اللهم امين يا اكرم الاكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.